طبعا اليوم بذكرى 12 عام اليوم من هالجموع ومن ساحة السبع بحرات بإدلب، وطبعا بكرة وبعد بكرة واللي بعده واللي بعده بساحات الحرية بكافة المدن السائرة ضد بشار الأسد، رسالتنا للعالم أجمع مهما حاولتوا تلمعوا بشار الأسد المجرم فهو تحت أقدام الثائرين إن شاء الله، مهما حاولتوا تصدروا بشار الأسد وتلمعوه وتبيضوا وشه مثل ما بيقولوا، مهما حاول هذا المجتمع الدولي يتاجر بقضيتنا ويلمع بشار الأسد المجرم، فبشار الأسد مجرم 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 هو وكل مين له علاقة فيه. لا تراجع على استسلام حتى يسقط النظام. ويلعن روحك يا حافظ ومنرددها بالأحلام. اي بالله. ويا ثوريت الحرية لا ترضي بالدنيا، يا ثوريت الحرية لا ترضي بالدنيا، علي الصوت ونادي ما منها بالمنية، ما منها بالمنية، ويلعن روحك يا حافظ.